السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علم المناعة ممتع جدا وبيبين عظمة ربنا في خلقه. تعال نحكي قصة المناعة من الأول. الدم بتاعي فيه 3 أنواع خلايا: خلايا الدم البيضاء، خلايا الدم الحمراء، الصفائح الدموية. نركز مع خلايا الدم البيضاء واللي يعتبروا أحد أهم وأقوى أسلحة الجهاز المناعي اللي بيحميني، وهم 5 أنواع: نيتروفيل، إيسينوفيل، بيزوفيل، مونوسايت، ليمفوسايت. هنركز مع الليمفوسايت. دي أنواع: إما تي ليمفوسايت، ودي لأنها بتنضج في الليمفنود، فاكر السايموس جلاند، الغدة التيموسية، أو بي ليمفوسايت، ودي لأنها بتنضج في البون مارو، نخاع العظم. التي ليمفوسايت أنواع: اللي بيولع المناعة واللي بيخمد المناعة. بيولع زي التي هيلبر المساعدة، ودي من أهم خلايا المناعة، وفي التي سايتوتوكسيك من اسمها بتدمر الخلايا المصابة، واللي بتهدي زي التي سابريسور، التي ريجوليتور منظمة، ارفع مناعة هدي مناعة، ارفع مناعة هدي مناعة، ارفع هدي، وهكذا. أما البي ليمفوسايت لما بتنشط بتبقى نوعين: إما بي ميموري مهمة للذاكرة، أو بلازما سيل علشان تنتج أنتيباديز أجسام مضادة. دي مقدمة كده احفظها في دماغك. يلا بينا. تعال اقول لك ازاي المناعة بتشتغل. بسم الله، اي حاجة تثير، تجنن، تضايق خلايا المناعة بتاعتنا هنسميها انتيجين. جميل؟ جميل. وما شاء الله كل حاجة خلقها ربنا تعتبر عند خلايا مناعتك انتيجين، يعني الميكروبات، الفيروسات والبكتيريا والفطريات كلهم اكسترنال انتيجين. اعضاء جسم الانسان عليها انتيجينات، فلو نقلت ليا كبد من شخص متبرع ليا، جسمي هيعتبر الكبد ده انتيجين وهيهاجمه، فهو برضو اكسترنال انتيجين. ازاي؟ ده مش ضار زي الفيروسات، ماليش فيه، اسمه انتيجين، جسم غريب. لحظة يا سليم، يعني خلايا جسمنا عليها انتيجين؟ عليها. ما هو كده مناعتي هتهاجم خلايا جسمي لان عليها انتيجين. ايوه، برافو عليك، خلايا المناعه بتاعتي هتهاجم خلايا جسمي لان عليها انتيجين، بسميه سيلف انتيجين، انتيجيناتي. بس يا سليم ده بيحصل؟ اصبر عليا. يبقى الانتيجين عندنا نوعين: سيلف انتيجين، خلايا جسمي نفسها، او نون سيلف انتيجين، مش تبعي، سواء ضار زي ميكروب، فيروس، بكتيريا، او نافع زي كبد حد تاني، كلى حد تاني، وهكذا. يبقى المناعة بتاعتي قدام عدوين: الاول خلايا جسمي انتيجيناتي، والتاني انتيجينات مش بتاعتي غريبة. خد نفسك ونكمل. تعال اقول لك في الحلقة دي ازاي المناعة بتهاجم الانتيجينز بشكل بسيط ومختصر. ده انتيجين دخل جسمي، المناعة هتسكت؟ لا طبعا، من اول لحظة دخول ليه وهتولع، هتقابله بجيش المقدمة، جيش الدفاع الاول. بنسمي الجيش ده الجيش الفطري، الجيش التلقائي، المناعة الفطرية، innate immunity. اي انتجن هيدخل هيطلع له الجيش التلقائي ده، هيضربه بنفس الكيفية وبنفس النمط ايا كان هو ايه. هيلاقي فوق دماغه سلاح مناعي فتاك اسمه complement، المكمل، تك 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 يدمره. بس كده؟ لا طبعا، هيلاقي فوق دماغه كمان سلاح مناعي تاني عبارة عن جيش من خلايا اسمها natural killer، من اسمها القاتلة بطبيعتها، خلايا ما عندهاش يا مرحميني، ما بتفرقش بين حد، بتعمل حاجتين مهمين جدا: الاولى بتحدف على الانتيجين ده قنابل تدمره، التانية بتصوت بعلو صوتها يا ناس يا ناس الحقونا، بتنتج مواد كيميائية عبارة عن إشارات تروح لباقي خلايا المناعة التانية تقول لهم في مصيبة هنا، ما يعرف به كيموتاكسز، بتنادي، بتستدعي خلايا المناعة الأخرى. الله، إيه المواد اللي بتحرك الخلايا الأخرى دي؟ برافو، انت قلت اسمها وانت مش واخد بالك، انت بتقول بتحرك الخلايا، هي فعلا اسمها سايتوكاينز، محركات الخلايا. المناعة ممتعة جدا جدا جدا. السايتوكاينز دي 3 أنواع: انترلوكينز، ودول كتير، انترلوكين 1، انترلوكين 2، انترلوكين 3، وهكذا. انترفيرونز، ودول انواع: انترفيرون الفا، انترفيرون بيتا، انترفيرون جاما، وكيموكاينز.
حلو قوي. تعرف ان السيتوكاينز دي مش بس بتنادي على الخلايا الاخرى، لا لا، دي بتعمل حاجات بتساعد في رد المناعه، زي انها ترفع حرارتك، تعمل سخونيه، تقول للكبد زود انتاج السي ار بي، تنشط الكوستيمولاتوري فاكتورز، هجيب سيرتهم كمان شويه. طيب كده وبس؟ لا، في خلايا مناعيه تانيه هتيجي هي كمان. مين؟ خلايا اسمها انتيجين بريزنتنج سيل. ايه هتعمل ايه الخليه دي؟ في الاول هتروح تضرب وتدمر في الانتيجين هي كمان، وبعدها هتحاول تنجول في الانتيجين، تحضنه علشان ما يهربش، بتعيق حركته، بتأيده، وبعد ما بلعته ممكن تعمل له بروسيسنج، تكسره لحتت صغيره. ركز بقى، شوف هتعمل ايه. هتاخده وتقدمه لخلايا مناعيه ارقى واعلى واكثر تخصصيه. اها، علشان كده سموها انتيجين بريزنتنج سيل. برافو، الخلايا المقدمه للانتيجين، خدته قدمته لخلايا مناعية أكثر تخصصية. وبمجرد ما خدته قدمته لخلايا أخرى، هنا هندخل في المناعة المكتسبة أو المناعة المكيفة، Adaptive Immunity أو Acquired Immunity، اللي فات ده شغل مبتدئين. تعال بقى لشغل المتخصصين. شغل العساكر ده انساه، احنا دلوقتي في شغل الضباط. يبقى أكيد الخلية اللي هتعطيها لها دي تبع المناعة المكتسبة. أيوة، أهم خلايا المناعة من وجهة نظري لينفوسايت، وبالتحديد من النوع تي لينفوسايت، وبالتحديد أكتر تي هيلبر لينفوسايت. الله الله الله، الانتيجين بريزنتنج سيل لها دراعات، هتاخد الانتيجين وتقدمه وتعطيه للتي هيلبر. الدراعات دي اسمها MHC2. إذن التي هيلبر لها دراعات هتاخد بيها. أيوة، عندها تي سي آر، تي سيل ريسبتورز. إيه كده خلاص، الأنتيجين بريزنتنج سيل هتقدم الأنتيجين للتي هيلبر؟ سكيتي كده؟ لا طبعا، لازم شهود على الواقعة دي، شاهد من أهله وشاهد من أهلها. الانتيجين بريزنتنج سيل هتطلع شاهد بتاعها اسمه بي 7، يسلم على الشاهد بتاع التي هيلبر اسمه سي دي 28. الشهود دول هم الكوستيمولاتوري فاكتورز. فاكر؟ الحمد لله تمت صفقة التسليم. ها، هتعملي ايه يا تي هيلبر؟ هتعمل حاجتين مهمين جدا. خد نفسك ونكمل. التي هيلبر معاها الانتيجين دلوقتي هتعمل حاجتين، بقول لك خليه غير عاديه منتهى الذكاء. هي عارفه ان الانتيجين ده اكيد اكيد في مكانين لا ثالث لهما، اما ماشي في الدم او فلت ودخل جوه الخلايا. ايه الدماغ دي؟ سبحان الله، هتعمل حركة جامدة جدا، هتنادي نوعين خلايا. وبما اني قلت هتنادي، افهم لوحدك بقى، يبقى هتطلع ايه؟ برافو، سيتوكاينز، تنادي بها على الخليتين دول. هي شكة ان الانتيجين دخل الخلايا، فتقوم تنادي على الخلية الاولى. الخلية دي نوعها لينفوسايت، بالتحديد تي لينفوسايت، بالتحديد تي سيتوتوكسيك لينفوسايت. اها، من اسمها سايتوتوكسيك، بتدمر الخلايا. برافو، التي هيلبر تقول لها شايفه الانتيجين ده؟ لو لمحت اي خليه في جسمنا فيها الانتيجين ده، دمر الخليه بالانتيجين اللي فيها. نعم، بتقول ايه؟ ايوه زي ما سمعتي، دمريها بالانتيجين اللي فيها، ما فيهاش هزار. بنسمي الحركه دي سيل ميديتد اميونيتي، احد اهم اسلحه الادابتيف اميونيتي. طيب بالنسبه لو الانتيجين في الدم، اها مش ناسيه، ده الفرع الثاني، تقوم تنادي على الخليه الثانيه. الخليه دي نوعها لينفوسايت، بالتحديد بي لينفوسايت، بس بصراحة ندت لها في وقت مش مناسب. البي لينفوسايت كانت نايمة، والله لسه عيلة صغيرة، بيسموها نايف بي لينفوسايت، ساذجة لسه ما عندهاش خبرة. اصحى يا حاجة، انت في انتيجين التي هيلبر هتعطيهولك، البي لينفوسايت تفوق وتستلمه، هتعمل حاجتين في منتهى العظمة. هتخصص شوية منها يشتغلوا فوتوغرافرز، يحفظوا شكل الانتيجين ده، يلقطوا ليه صور كتير ويتعان في الذاكرة المناعية. بيسموا نوع الخلايا ده بي ميموري، علشان لو اتعرضت للانتيجين ده مرة تانية اكون عارفه. الله، وشوية منها بقى هيتنشطوا ويتحولوا ليه نوع اسمه بلازما سيل. البلازما سيل دي هتتعرف على الانتيجين وبتصنع له انتي باديز، اجسام مضادة على مقاسه بالظبط.
الانتي بوديز دي انواع زي الاي جي جي الاي جي ام الاي جي اي الاي جي اي الاي جي دي، بتنطلق الاجسام المضاده دي في الدم في المصل تروح تهاجم الانتيجين ده. بنسمي الحركه دي انتي بودي ميديتد اميونيتي او هيومورال ميديتد اميونيتي، تاني اسلحه الادابتيف اميونيتي. ايه رايك في المناعه؟ اظن مفيش اسهل من كده. زي ما طلبنا من مناعتك حاجتين، البي سيل اللي هتطلع انتي بوديز وده سلاح فتاك، والتي سايتوتوكسيك هتضرب في الخلايا وده سلاح لا يرحم احد. هطلب منك ثلاث حاجات: لايك علشان ترفع الفيديو، وكومنت تشجيع لينا، وشير تفيد غيرك. سلام.